بقول لك يا فندم. قول يا عم. الواد اللي بيحش هناك ده ما تيجي نخطفه في العربيه دي ونروح نبيعه ب 5 جنيه. يعني انت عايز تقول ان المعظم ده يجيب 5 جنيه؟ على الاقل يجيب 10 جنيه ما 5 جنيه. يا اخي قول 50 جنيه 80 جنيه، الواد عضلاته برضه اللهم صل على النبي انت مش شايف. يا عم جبت 3 جنيه جبت. باقي ابوك كل يوم بيضربنا بسبب الواد ده، بيحش اكتر ما احنا بنحش. يا عم نجيب سجارتين فرطه ب 5 جنيه ونبيع. اقول لك ايه، هنخطف الواد ده. يلا نخطف العربيه. يلا نخطفه، يلا عربيه ابوك فيها ب 80 جنيه بنزين، معانا صباح امبارح. يلا. اطلع بقى يا عم. خلاص اخلص اخوه لو شافنا هنعمل مشاكل. اخلص يا حزن، مش عايز الدور يا ابن. اخلص اخوه جاي، اخوه جاي. طب هنعمل ايه؟ اخوه جاي، اخوه جاي. ايه يلا يا اللي تشك في نظر امك. يلا اوف ايه الزرفي وله ولد ابو حميد. انت وين يا اخوي؟ بلعب في كده، بلعب في كده اخوي. حق يا اخوي يا ابن الكلب واطي. حق يا اخوي، بلعب في كده. طيب احيش خبطوني يا ولاد البلكون. مين هم؟ اهو ايه يلا ايه ده ولا اسلام. اسلام والله هو كان في الارض بيحش. فكان الارض، الارض بتاعتكم تانية، المكنه هناك سربت المايه في الارض. وانا مرضي يعني. انت يا حميد زي اخويا كنت شايف يا جدع. الواحد مستجيب،